النهارده يوم غير عادي طبعا. النهارده شعور جميل قوي قوي بيحسوا الطلبه عندنا مؤسسه حياه كريمه مع مبادره ابدا الوطنيه. تم طبعا الاتفاق ان يجوا هنا مدرسه ابدا للعلوم التقنيه ببدر، ان اولادنا هم اللي هيعملوا الموضوع ده وهم اللي هيعبوا الكراسين اللي هتسافر لاهلينا بغزه. والاهم من كده ان الولاد حابين قوي الموضوع ده وفرحانين فعلا ان هم بيعملوا حاجه، واحنا كمان بنساعد كمسؤولين. النهارده بدانا بتهيئه الولاد طبعا في الاستقبال بالنسبه للحياه الكريمه، وبدا الولاد بالفعل بالصبح بالاستقبال وبدانا بسينا فيهم طبعا وده اللي شافوه ان هو روح التعاون. طبعا لازم يبقى عارف ان هو بيآزر ازاي اخوه ويساند اخوه في كل المواقف، لان وارد ان اي حد يحصل له اي موقف، فلازم طبعا بنعوده ان ده بيتعامل مع كل اشقائنا في كل انحاء العالم. طبعا مش حل القضيه اكيد، بس دي اقل حاجه احنا ممكن نقدمها لاخواتنا. مؤسسه حياه كريمه جات لنا النهارده وانا متطوع من المتطوعين، تمام، وحبيت قوي ان انا مشاركت النهارده في قلب الرساله اللي احنا بعتلنا يعني لاخواتنا وحبايبنا في قلب فلسطين، ربنا ينصرهم ان شاء الله. وان شاء الله يعني عمالين يعني دلوقتي بنجهز الكراتين ونجهز الحاجات اللي احنا عاوزين نبعتهم لاخواتنا وحبايبنا في فلسطين. احنا النهارده بنتطوع لاهل غزه، بنجيب كراتين، نحط زيت وسكر ورز. اكيد مبسوطه جدا وبتمنى ده يحصل على طول. كنا عايزين احنا نروح بنفسنا نشارك عشان طبعا عايزين يوصل دعم كتير لاخواتنا في غزه، ومبسوطين جدا بحاجه زي كده.